يريد ابتزازي يا أقبل بطلباته المخلة بالشرف ونزواته، وإلا لن يقوم بالدفاع عن والدتي والانتقال إلى دولة الإمارات و بعد ما أنا بذلت مجهود كبير وخسرت وحضرت من دولة لدولة، وأنا امرأة، أنا امرأة، أنا الفرق بيني وبين، أنا متأكدة أنه أساء للعديد من النساء، ولكن الفرق اللي بيني وبينهم أولا امرأة قوية قدرت أكشفه أواجهه، ثانيا القدرة المادية، أوكي، ثالثا أنا مش أي وحدة، مع احترامي لجميع النساء. القضية بالدرجة الأولى قضية نصب واحتيال وابتزاز وتهديد، وقام بتهديدي بالأوديوهات. أنت ما شفتي وجهي الآخر، أنت المهم التفاصيل كلها في القضية. فلما نجلت لو سمحت أنا لن أرد على هذا السؤال التافه. الكل يتساءل هل أتيتي بالصور العريضة؟ هذا سؤال الكل يتساءل هل أتيتي بالصور العريضة؟ للقضاء 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 صوتك مع أستاذ عند دلائل مع القضاء مع القضاء حتى الصور العالية أستاذة كل المستندات مثل ما قال لكم الأستاذ حاتم لو سمحتم سوق حق اقتصادي ما بعد لو سمحتم هذا الشخص لجأت له في عمل إنساني باسم وزير حقوق الإنسان سابقا لا أقل ولا أكثر لا أقل ولا أكثر ولسنه ولمكانته وكونه محامي ونقيب سابق للمحامين ووزير سابق لحقوق الإنسان توقعت أن يكون مهنيا وأن يكون محترما ولكن للأسف طلبت منه تحديد الأتعاب والله يعلم وعندي شهود اللي طلعت لي البطاقة من السيستم فيها نقيب محاميين وأرقامه وكذا موجودة الآن وتواصلت معه من دولة الإمارات والمحادثة موجودة من هواتفه الشخصية هاتف إسباني وهاتف مغربي على هواتفي الإماراتية هنا موجودة المحادثات طلبت منه تحديد الأتعاب رفض بشكل قاطع ما بغيت والو ما بغيت والو شو تبي شو المطلوب أبغي بس جيبيلي وجيبيلي 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 جبت له كل الأشياء اللي طلبها مني مقابل التوكل عني في هذه القضايا وطلب مني الحضور إلى المغرب لمقابلته ولعمل توكيل عن طريق سفارة الإمارات والوزارة وزارة الخارجية وفعلا نزلت أسبوع وياليتني ما نزلت كانت أمي أولى بهذا الأسبوع نزلت وأحضرت له كل ما طلب مني وكان معي سائق أنا نزلت عن طريق طيران الإمارات تقريبا الظهر أصر علي وألح أني أقابله بنفس اليوم أنا رفضت قلت له بكرة أنا تعبانة قال لي لا اليوم لما رفضت السائق كان معي اوكي وسمع الاوديوهات وهو يتواصل معي والمكالمات اوكي الاوديوهات مع المحكمه بصوته من ارقامه الشخصيه اوكي حضرت فعلا حضرت واستقبلني هو وسائقه وقام بوضع جميع الاغراض تقريبا لأنه في أغراض استلمها مني ابنه بعد ذلك في مكتبه وبحضور ابنته في منزلي ففعلا حط كل الأغراض بسيارته نوع BM أغراض هاتف نقال ليميتد إديشن مطلي بالذهب ساعات ماركات عالمية دهن عود مجموعة عطور طلب مني حتى تشارجر يا ناس تشارجر والله العظيم سامسونج باور أيوة يقول أنه التشارجرات هنا في المغرب صينية ومقلدة وغير أصلية أقسم بالله العظيم وفعلا أحضرت له كمبيوتر وملابس مجموعة ملابس كثير الملابس قمصان و قمصان الأخير سأل لو سمحت وبعد ذلك أنا توقعت أنه سيأخذني على المكتب على مكتبه قام بطرد السائق
التابع لي بسيارة والدتي رحمة الله عليها، كيلي كانت موجودة هنا بالمغرب، كانت موجودة في الباركينج تحت تحت منزلي الخاص في 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 حي الرياض، وقام بشبه طرد لسائقي الخاص وأعرفه بالاسم وبالشكل. وركبت مع السيارة أقول له أين سنذهب الآن على أساس رايحين للمكتب، قال لي لا سنذهب إلى مطعم وبعدين إحنا سنتكلم في موضوع، واتجه بي إلى مطعم في المارينا. في المارينا اتجه بي إلى مطعم في المارينا وأنا في داخل سيارته، وفعلا دار حوار في الطريق، خلاصته أنا أذهب معه إلى فندق. الاسم موجود في أقوالي، في اسم الفندق موجود في أقوالي في القضية، وبطنجة تحديدا. تخيلوا أنا أول يوم جاية وحط أمل على الله ثم عليه لتنفيذ تلك الأحكام التي كانت لصالحي بدولة الإمارات باسم وزير حقوق الإنسان سابقا، وعشان يكون شخص من خارج دولة الإمارات، لأنه المحامين وصلوا إلى النهاية، المحامين الإماراتيين هناك، وقالوا لهم خلاص وصلتوا هنا ستوب، خلوه هي تروح تنفذ الأحكام. وأنا استعنت به كوزير سابق لحقوق الإنسان بسهولة يستقبله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. الشيخ محمد لا يرضى الفسد أبدا، وقال في أكثر من لقاء، ولكن أنا مشكلتي كانت مع ناس كبار قضاة، صعب إن كانوا مسكرين علي كل الأبواب. فعلا ذهبت معاه في الطريق، وصلنا إلى المطعم. في الطريق دار هذا الحوار الذهاب، قلت له لا أنا ما راح أروح معك، ورفضت بشكل قاطع قوي. الرجل تار علي وتكلم معي بحدة وبشكل مخيف، لدرجة أنني خفت أني ما أرجع للبيت سالمة، أقسم بالله العظيم. وفعلا انتهينا من كان تقريبا بين العشاء والغداء، ورجعت أوصلني إلى باب منزلي أوكي، وطلعت، وبعد ذلك اختفى عني لمدة 6 أيام، وأنا نازلة أسبوع يريد تأديبي، عرضي على لجنة طبية، أرجوكم أريد عرضي على لجنة طبية لتحدد، مش دكتور واحد. 2، أنا هذا الشخص تعرفت عليه عن طريق السوشيال ميديا، وأنا في دولة أخرى، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان تعميم ومنع سفر على والدتي رحمة الله عليها. هذه صورة بدولة الإمارات في إحدى المستشفيات في العناية المركزة، واللي كتب هذه التدوينة هذا المقال رحمة الله عليه، مؤخرا توفى، الأستاذ يوسف هناني من جريدة الاتحاد الاشتراكي. هذا الشخص محمد زيان لم يعمل أي مجهود. هذه الرسالة التي بعثت لمساندة والدتي لرفع منع السفر إلى معالي السفير، سفيرنا في أبوظبي. هذه الرسالة، الطلب المقدم من مجموعة محامين الأستاذ أحمد الميدور وعبيد الفلاسي إلى الديوان، إلى الديوان، لأني أنا رافعة قضية على قضاة في دولة الإمارات، لأني مستثمرة وفنانة وصاحبة شركة إنتاج وتوزيع فني ببرج خليفة، غايتي للإنتاج والتوزيع الفني. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.